قام المستشار عمر مروان وزير العدل يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسادة المستشارين مساعدي وزير العدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بافتتاح محكمة بني عبيد الجزئية والتي سيتم العمل بها بداية من 11 من ديسمبر الجاري والشهر العقاري والتوثيق ببني عبيد والمنصورة إلى جانب وجود خدمة سيارة التوثيق المتنقلة لخدمة كبار السن والمرضى وتقليل الازدحام بالأفرع. توجيه رئاسي بتحسين الخدمات القضائية وتطويرها. لما بنيجي نفتتح محاكم جزئية ده معناه إيه؟ تقريب خدمة التقاضي إلى المواطنين. هذه المحكمة محكمة مستعدة للعمل بالآليات المتطورة وفيها البنية التحتية لاستخدام التقنية عشان إمكانية رفع الدعوة عن بعد، تجديد الحبس عن بعد، كل دي أمور هتبقى متوفرة في هذه المحكمة. أيضا خدمة الشهر العقاري زي ما حضراتكم شايفين إحنا هنا في المحكمة في فرع متطور للشهر العقاري مميكا بالكامل أيضا بيؤدي الخدمة المتطورة، وخصصنا هذه السيارة المتنقلة لمحافظة الدقهلية كلها، دي بتقدر تتوجه لأي أماكن فيها تكدس تحل هذا التكدس أو صاحب الشأن يطلبها تجيله لغاية عنده تأديله الخدمة اللي هو عايزها. لا شك دي أمور كلها بتضاف في ضوء التوجيهات الرئاسية اللي موجودة بتطوير منظومة القضاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. لكن أنا عايز برضو لا أغفر دور الوزارات اللي بتشارك معانا في هذه الإنجازات، وزارة الاتصالات، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية. وزارة التنمية المحلية المحافظ عامل شغل وتعاون كبير مع السادة القضاء، هو اللي بيؤدي إلى أن حضراتكم تشوفوا هذه الإنجازات تتم بسرعة. افتتاح مجموعة من الفعاليات الخاصة بوزارة العدل منها المحكمة الجزئية في بني عبيد بالإضافة للشهر العقاري في بني عبيد بالإضافة للشهر العقاري في مدينة المنصورة. يمكن المجهود اللي بتقوم به وزارة العدل من خلال توجيهات القيادة السياسية في مصر كلها سواء كانت حياة كريمة أو جمهورية جديدة، كل اللي بيتعمل ده كله في خدمة المواطنين سواء في مجال وزارة العدل. أنا بشكره مرة تانية هو والسادة المستشارين والسادة المساعدين على اللي بيقوموا به المحافظ الدقهلية، وبزيد من التقدم إن شاء الله لمصر كلها. محكمة بني عبيد تتكون من 6 طوابق وملحق بها فرع الشهر العقاري، وتنظر المحكمة قضايا المدنية الجزئية والجنح وقضايا الأسرة، حيث تأتي المحكمة ضمن خطط وزارة العدل لتقريب جهات التقاضي والتخفيف عن المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.